تحتفل جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي لإنشائها تحت شعار تاريخ عريق ومستقبل واعد. وأكد رئيس الجامعة الدكتور أشرف عبد الباسط أن اليوبيل يتضمن إعلان استراتيجية تميز المسؤولين الاجتماعيين للجامعة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار ربط الجامعة بمنظمات المجتمع المدني. تحت صرح علمي وطبي، جامعة المنصورة وخمسون عاما على إنشاء هذه القلعة العملاقة، وبين أركانها عقد مؤتمر صحفي استعدادا للاحتفال باليوبيل الذهبي لها، والذي جاء تحت شعار تاريخ عريق ومستقبل واعد، والذي تناول دور الجامعة في تحقيق رؤية مصر الشاملة للتنمية المستدامة 2030. في كل كلية برضو هتلاقي في نقاط محورية في تاريخها وليها ناس شخصيات بارزة عملت ساهمت فيها، فاحنا طلبنا من كل كلية انها تعمل كده، واحنا كإدارة الجامعة برضو بنحاول نوثق ما تحت ايدينا من مستندات كثيرة جدا. يعني البحث العلمي طبعا ده ليه باع طويل، واحنا يمكن جزء من تميزنا كان جاء في البحث العلمي، يعني ان حتى لما خدنا المركز الاول خدناه على في البحث في النشر العلمي في اخر 3 سنوات، ده كله طبعا ساعدنا ان احنا يعني الاسهامات البحثية اللي حصلت في الجامعة في الفترة اللي فاتت هي اللي خلت الجامعة يبقى ليها مكانة اكثر في التصنيفات العالمية. فعاليات اليوبيل الذهبي للجامعة يتضمن مؤتمرات ولقاءات ذات طابع قومي وعالمي وورش عمل، فضلا عن الترويج لكليات جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية وأنشطتها الشبابية في المجالات كافة. فكرة أن تكون جميع مخرجات أنشطة اليوبيل مواكبة لأهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تم صياغة جميع أنشطة اليوبيل وفق 5 محاور رئيسة. المحور الأول هو محور المسؤولية المجتمعية، جامعة مسؤولة اجتماعيا. المحور الثاني هو محور البحث العلمي والابتكار، جامعة رائدة بحثيا. المحور الثالث هو محور التعليم والأنشطة الطلابية، جامعة متميزة طلابيا أو تعليميا تحديدا، بالإضافة إلى محور ريادة الأعمال، جامعة داعمة اقتصاديا، ومحور التحول الرقمي، جامعة من الجيل الرابع، بحيث تكون كافة مخرجات الأنشطة بتخدم المحاور اللي تم الإشارة لها سلفا، وتكون مواكبة لهدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. رسالتي للشباب أن أتمنى كل طالب في جامعة المنصورة أو كل طالب من 158,000 حسب الإحصائية بتاعت السنة اللي فاتت اللي أنا بمثلهم يكون عارف يعني إيه جامعة المنصورة، عارف يعني إيه الماضي العريق بتاعها، ومتأكد وعارف إن هي إن شاء الله في يوم من الأيام هتكون إحنا في مكان كبير الوقتي، وهي هتكون في مكان أكبر بكتير إن شاء الله مستقبلا، ونتمنى لها ده. 50 عاما من العطاء العلمي والطبي منذ افتتاحها عام 72 بجهود ذاتية من مواطني المحافظة المخلصين، مما جعلها تحتل مكانة رفيعة محليا ودوليا، بل حفرت لنفسها مكانا فريدا بين الجامعات المصرية كونها الأولى في مجال نشر الأبحاث العلمية التي تثري المنظومة الطبية المصرية، وجعلها قبلة طبية وعلمية لمن في مصر وخارجها. قدمنا المزيد دائما عبر مصبيرو.eg. شكرا لك يا أدا، شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.